كشف مسؤول الزمالك عن تعيين السويسري فريدز شميد في منصب المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالزمالك ضمن خطة لتطوير القطاع. وظهر فريدز شميد مع مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق وأحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بالنادي في مقطع فيديو بثته قناة الزمالك للحديث عن مهمته بالقلعة البيضاء. ومن المقرر أن يتولى جمال حمزة نجم الزمالك السابق مساعدة فريدز شميد في مهمته بالنادي. المدرب السويسري فريدز ماركوس شميد من مواليد سبتمبر 1959 ويبلغ من العمر 63 عاما. شميد لم يسبق له لاعب كرة القدم بشكل احترافي وبدأ مسيرته التدريبية عام 1981 كمدير فني لفريق راسينج السويسري. وبين عامي 1986 و1995 تنقل شميد بين تدريب راسينج زيوريخ وفريق الشباب بنادي جراس هوبرز السويسري، كما عمل مدربا مساعدا في توتنهام الإنجليزي عام 1997-1998. وشغل شميد منصب المدرب المساعد بنادي أراو السويسري لفترة قصيرة، ثم تولى منصب المدير الفني لفريق بين عامي 1998 و99، ثم انتقل لنادي آخر في الدرجات الدنيا بسويسرا وهو كرينز ليعمل مديرا فنيا 2000-2001. وقضى شميد فترة طويلة كمساعد لمواطنه كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للزمالك حين كان مديرا فنيا لفريق بازل السويسري. واستمر شميد 7 سنوات مساعدا لجروس بين 2002 و2009، وهي أطول فترة يقضيها مع نادي واحد. في عام 2011 بعد عامين من رحيله عن بازل انتقل شميد إلى منتخب النمسا ليعمل مدربا مساعدا لمواطنه الآخر مارسيل كولر المدير الفني الحالي للأهلي. وبين عامي 2014 و2017 عمل شميد مديرا تقنيا للاتحاد الماليزي لكرة القدم، ثم مديرا فنيا لمنتخب نيوزيلندا. شميد له تجربة واحدة في إفريقيا قبل الزمالك، حيث عمل مديرا فنيا مؤقتا لفريق كوتو الغاني.